معاكم عبر الهاتف بسعادة السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك يا فندم منورنا، كل سنة وحضرتك طيب. بمناسبة شهر رمضان وبمناسبة مئوية الخارجية المصرية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، سعادتك طيب. أهلا بيك. يعني لما بنتكلم عن مئوية الخارجية المصرية وكتير من الأجيال بالذات الأجيال اللي طالعة جديدة يمكن لا تعي بشكل قوي مثلا هذه المؤسسة العريقة وما قدمته للقضايا المصرية والقضايا العالمية. يعني إزاي نقدر نقول أو نشرح للناس أن الدبلوماسية المصرية دي واحدة من أعرق وأقوى الدبلوماسيات في العالم، لماذا؟ شوفي يا فندم، احنا بنتكلم على احدى وزارات السياده، بنتكلم على مؤسسه عريقه، بنتكلم على رجال من وسيدات من نبت هذا المجتمع اللي ضارب في التاريخ دوله كيان وشعب. بنتكلم على جهاز مشهود له على مستوى العالمي، يعني في الأمم المتحدة، في كافة المحافل الدولية، في الدول شرقا وغربا، في إطار الدول النامية، يعني الجميع بيشهد بكفاءة جهاز وزارة الخارجية المصرية. وحتى أنه أحيانا رغم ما لا يملكوا من نفس الإمكانيات المتاحة لدول عظمى، إلا أنه بيلعب دوره على المسرح الإقليمي والدولي بشكل يفوق أحيانا الشكل اللي بيبدو عليه العمل الدبلوماسي في أعرق الدول الأخرى. احنا نتكلم على مؤسسة عريقة صدفت على امتداد 100 عام الكثير من التحديات، وكانت أهلا لهذه التحديات بمنتهى الصمود اللي بتمليه على رجالها وسيداتها الطبيعة المصرية، طبيعة الشعب المصري، بقدر كبير من الصبر، من الالتزام، من الشجاعة والجرأة في كافة المواقف. احنا وزارة الخارجية صدفت الكثير من التحديات على مر التاريخ. لو حبينا نذكر بعض هذه التحديات كده كمحطات تاريخية، طبعا الحديث عنها يطول ويطول عشرات الحلقات، ولكن لو ادينا عناوين كده رئيسية كمان عشان اللي مش مطلع كمان وخاصة من الأجيال اللي طالعة يفهم يعني ايه 100 سنة وزارة خارجية. 100 سنة منذ إعلان استقلال مصر وحتى جلاء آخر جندي أجنبي من الأرض المصرية، الثورة، حرب 56، زي ما سعادتك أشارت، حرب الاستنزاف، حرب 73، قرار تأمين قناة السويس، بنى السد العالي، المشاكل اللي صادفناها مع دول عظمى، وإزاي أدرنا هذه الصراعات الواحد تلو الآخر، أدرناها بشكل احترافي. ومن هنا بيجي تقدير واحترام دول العالم لطبيعة الدبلوماسي المصري. وزي ما قلت من شوية أنه رغم أنه لا تتوافر كافة الإمكانيات المتاحة لدول أخرى، إنما بنقارع أعظم الدول في العالم بدون أدنى رغبة في تصوير أمر غير حقيقي أو المبالغة، إنما هذا مشهود له على المستوى العالمي. أدوارنا متنوعة في إطار المحافل الدولية كأعضاء في الجمعية العامة، في مجلس الأمن، في إطار الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي. احنا دولة عربية وافريقية وشرق اوسطية. هو صحيح يا فندم، يعني اللي يتابع كمان الملف الخارجي المصري يعني كمان قرأنا انه مصر من اكثر الدول مشاركة
في المنظمات العالمية وبشكل تاريخي، يعني كنا الأوائل في عصبة الأمم والجامعة العربية وغيرها، وبالتالي ده يعني ثقل دبلوماسي، وكمان من أكثر الدول انتشارا لبعثاتنا وقنصلياتنا، ومن أكثر الدول أيضا اللي ليها أو في داخل أراضيها ممثليات لدول العالم، أكثر من 260 بعثة وقنصلية ومكتب رعاية مصالح. ده حقيقي فعلا مصر من أكثر الدول انتشارا في دبلوماسيا على المستوى العالمي، انتشار كان على انتشار هنا. ده صحيح، وإحدى سمات هذا الأمر إنه إحنا لينا 9 إلى 10 مليون مصري مقيمين في الخارج، فحيثما تتواجد كثافة من المصريين يجب أن يكون هناك تمثيل للدولة المصرية. إحنا ما بنتكلمش بس على بعثات دبلوماسية، إنما على بعثات قنصلية على رعاية شؤون المصريين في الخارج في مختلف الأوقات. كمان مجموعة كبيرة من المكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية مقرها في مصر. بالظبط كده يا فندم. ما ننساش برضو انه مصري المرحوم الدكتور بطرس غالي كان انتخب كسكرتير عام لمنظمه الامم المتحده. صح صح. احنا تولينا مناصب كبيره على مستوى العالم، راسنا وكاله الطاقه الذريه، راسنا الكثير، وعندنا الاتحاد الافريقي كنا من المؤسسين. يعني في هي منظمة الوحدة. المصريين تولوا وبيتولوا مناصب في الكثير من اللجان الإقليمية والدولية، وبيلعبوا أدوار مشهود لها. الحاجة الثانية اللي عايز ألفت النظر ليها إنه هذا الدور ما بتلعبوش وزارة الخارجية فقط، إنما بتلعبه بالتناغم والتنسيق مع وزارات السيادة الأخرى أو مع كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، لأن إحنا في الخارج إحنا بنمثل كل مؤسسات الدولة بدون استثناء. يعني لو اتكلمت على وزارة العدل، لو اتكلمت على الداخلية، لو اتكلمت على التضامن الاجتماعي، لو اتكلمت عن حتى بعض المؤسسات على شكلة اللجنة القومية للمرأة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، تلاقي الدبلوماسي بيتصدى لكل ملف ولكل شأنة، بيطرح فيه موقف مصر وبيدافع عنه، و بيبقى في ايضا تنسيق وتعاون في اطار المجموعات اللي بننتمي اليها، يعني المجموعه الافريقيه في نيويورك، في جنيف، في فيينا، المجموعه العربيه، فتلاقينا في مجموعه 77 والصين، تلاقينا باستمرار عدم الانحياز وكتير كتير حقيقي. بالظبط كده، بالظبط كده. جميل جدا. طب سيادة السفير، البعض بينظر لعشر سنين بقى اللي فاتوا ان هي كانت مرحلة دقيقة وفاصلة في تاريخ وزارة الخارجية المصرية، ولأنه كان بيعاد ترسيم كتير من الخطوط الدولية، ثورات الربيع العربي، تداعياتها كمان على الشأن الداخلي والخارجي، رؤية الموقف المصري. يعني العشر سنين اللي فاتوا بتقيمهم ازاي او بتنظر ليهم ازاي؟ الحقيقة بدايتهم كانت صعبة وشاقة وصادفنا فيها تحديات كتير. عشان نشرح موقف الدولة المصرية، أولا نتصدى حتى داخليا لبعض المحاولات للمساس ببعض ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ثوابت الموقف المصري حيال مختلف القضايا الدولية والإقليمية. إنما خلينا نبدأ من عام 2013 وخاصة 2014 لما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر، وعلى امتداد 7-8 سنين اللي فاتوا، الحقيقة الوضع اختلف. هناك اختلاف نوعي في أداء وزارة الخارجية، لأنه مؤسسة الرئاسة بتلعب دور كبير قوي في الشأن الخارجي، وهناك تحركات أكثر وتواجد أكثر ووزن أكثر ونفوذ أكثر، تواصل أكثر مع مختلف المجموعات الدولية. الحقيقة السياسة الخارجية المصرية في هذه الفترة 7-8 سنين اللي فاتوا شهدت صعود وشهدت تنوع وشهدت اختلاف بالمقارنة بالفترة السابقة عليها، والكل بيتوقع أنه حيستمر هذا الأداء طالما كان هناك هذا الانفتاح على العالم الخارجي، هذا التوازن في علاقاتنا الخارجية،
هذه الحركة الدؤوبة حتى على مستوى الرئاسي. يعني احنا بنشوف سيد الرئيس بيتحرك طوال الوقت في الملفات المتعلقة بهذه التحركات وزارة الخارجية ليها باع فيها وبتلعب دور كبير في إطارها من خلال بعثاتنا الدبلوماسية أيضا في الخارج وبالتناغم وبالتنسيق مع المؤسسات الأخرى لما بيتم الإعداد لمذكرات التفاهم للاتفاقيات وإلى آخره. فالحقيقة الأداء بتاع وزارة الخارجية مرتبط بأداء مؤسسة الرئاسة، مرتبط بالمنظومة الحكومية وأدائها على المسرح مش بس الداخلي إنما الإقليمي والدولي. مفهوم. احنا بنشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا سيادة السفير علي حفني مساعد وزير الخارجية الأسبق.